نعم نريد حقوقنا من الذين ظلمونا وانتهكوا أعراضنا وشوهوا صورتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما أتصفح في وسائل التواصل أجد أناس ينطلقون للصيد في الماء العكر، شائعة أخرى اليوم في حق الشيخ محمد حسان، حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بسبب نجله الذي تم القبض عليه. في المقدمة أقول إخواني الكرام بأن الموت حقيقة. هنسمع الشيخ مصطفى العدوي رد على هؤلاء الذين يفترون على الشيخ. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول وقد خاب من افترى، وبعدين نعلق على هذا الحدث. ربنا سيحاسبهم، وكما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في ناس تظن أن الناس سيسامحوها يوم الدين، وليس الأمر كذلك. يوم الدين في ناس أشحة يقولون نريد حقوقنا يا رب، نريد حقوقنا من الذين ظلمونا وانتهكوا أعراضنا وشوهوا صورتنا، ناس سيطالبون بذلك يوم القيامة. ففي ناس عياذا بالله قل يقينهم في الآخرة فاستباحوا أعراض العلماء. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا أننا سنقف جميعا بين يدي الله. حسبنا، لا يظن ظن أن العفو هو شأن الصالحين في كل الأحوال. لا، في صالحون يطالبون بحقوقهم يوم الدين من ناس تعمدوا الخطأ فيهم والطعن فيهم، كلما عفي عنهم كلما تمادوا في الغي، ربي سيئلهم وسيقتص منهم. الموت حقيقة لابد منها، فأشرف الخلق منزلة عند الله هو الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى خاطبه بهذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون، يعني سيدنا النبي عليه السلام مكتوب عليه الموت والمدة حقيقة لابد منها. لكن أنا بسألك أنت يلي بتحط الخبر ده، أنت قصد إيه بالضبط؟ أنت بفكر يعني الشيخ محمد حسن يتخلد في الأرض؟ لا والله، النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل أمين الوحي ثم قال عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق. لكن أقول لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره. فاتقوا الله، اتقوا الله في أعراض الناس. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سيدنا معز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حينما وقع في ذنب من الذنوب، والنبي عليه السلام سمع في يوم من الأيام رجل يقول للآخر ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع بهذا الحديث وبهذا الخبر أرسل إليهما، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم قلتم كذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام أعزكم الله إلى جيفة حمار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قالوا يغفر الله لك يا رسول الله، أو يؤكل هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام إن أكلكما من جيفة هذا الحمار أهون عند الله
من أكلكما من لحم أخيكما آنفة. الغيبة والنميمة المنتشرة على وسائل التواصل في حق العلماء والدعاة وطلبة العلم وفي حق المسلمين بعضهم يعني ضد بعض، هذا خطر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على قبرين يعذبان فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان لا يستبرئ من بوله أو لا يتنزه من بوله أو لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة. فالغيبة والنميمة بتأكل الحسنات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ الصحابة قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: بل إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج، أعمال كثيرة من الخيرات والطاعات والصدقات، ويأتي لكنه شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت الحسنات أخذ من سيئات من ظلمهم، ثم أمر به فطرح في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا إخواني الكرام، حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام ينادي هذا النداء العاجل، يقول: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. العملة عند الله سبحانه وتعالى ليست بالدينار ولا بالدولار ولا باليورو ولا بالجنيه المصري ولا بالاسترليني، لا لا لا، فهمك خاطئ. العملة عند الله سبحانه وتعالى حسنات وسيئات. الأمر جد خطير. ظلمت فلان، اتكلمت في حق فلان، فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. اعلم بأن الألفاظ مسجلة. قال تعالى: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اعلم بأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فاتق الله في العلماء. الشيخ محمد حسان الناس موتوه بالأخبار الكاذبة أكثر من كم مرة، مع أن الموت حقيقة. الله سبحانه وتعالى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل الأعمار بيده سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ساعة الأجل ما هيجي، لا أنا هعرف حوش الموت عن نفسي، ولا الشيخ محمد حسن يعرف حوش الموت عن نفسه، وأنت يا من تنشر هذا الخبر الكاذب مش هتعرف تحوش الموت عن نفسك. فاتق الله واعلم بأن الشيخ محمد حسان أسأل أن يحفظه وأن ينجيه هو ومن معه، هيأخذ الحق عند الله، هناك قصاص. فتوبوا إلى الله، أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.